شكراً، تعطوني الفرصة أني أقوي جهاز المناعة عندي مع انتقال من درجة حرارة فوق 20 لتحت 20، هذا قوي جداً. فموضوعنا اليوم بخصوص الناس اللي عملوا عمليات جراحية للعمود الفقري. طبعاً العمليات الجراحية، أي عملية جراحية للعمود الفقري بيكون إلها أسبابها وإلها مضاعفاتها. العملية الجراحية للعمود الفقري إذا كنا للدسكات أو الانزلاقات الغضروفية مثلاً، هذه بدها أول شيء تدخل علاج تحفظي لمدة أقل شيء 6 أسابيع قبل ما يقرر الجراح أنه يعمل العملية. الست أسابيع هذه لازم تكون بعمل العمليات اللي بنحكي لكم إياها مراراً وتكراراً. هلأ إذا الأعراض زادت وصارت تأثر على سلاسة البول وسلاسة البراز وأعراض عصبية ونمنمة وخضران كتير أو ضغط على النخاع الشوكي، في هاي الحالة لا مجال إلا نعمل عملية، بس لازم نأخذ الفرصة هذه. وهي معلومات مجمع عليها من كل القطاع الطبي العالمي. بعد العملية ما بدي حدا يقول العملية مش ناجحة، العملية ناجحة، بس التعامل والتأهيل اللي لازم تسووه بعد العملية ما سوتوه، ومن هنا تيجي المضاعفات بعد العمليات الجراحية، سواء عمليات تثبيت أو زي ما حكينا إزالة الظروف أو عمليات وضع بلاتين وضم الفقرات على بعض أو عمليات تانية في العمود الفقري. هذه كلها بدها علاج طبيعي تأهيلي بعد العملية اللي ما يكون في أعراض جانبية. الأعراض الجانبية طبعا هي أعراض تليفات وزيادة الخشونة، وهذه التليفات والخشونة مع الالتهابات بتسبب ضغوطات متواصلة على الأعصاب، على العصب الوركي، عشان هيك بنحس إنه العصب صار بيموت شوي شوي، والأعراض هذه قاعدة بتزيد لحد ما توصل عندنا لدروب فيت أو سقوط القدمين. شو المفروض إحنا نسوي؟ طيب انسولي شو اللي صار وبلشوا في مرحلة إعادة تأهيل شوي شوي لعمودكم الفقري بعد العملية، اللي هي إجراءات بسيطة بدكم تسووها يوميا. أول إجراء طبعا بدكم تحطوا المشد على الظهر لما بدكم تتحركوا وتمشوا، اللي تقووا عضلات ظهركم وتمسكوا ظهركم شوية مع الحركات الثقيلة عبين ما تقووا عضلات الظهر. ثاني شيء المشي كل يوم 2 لـ3 في اليوم، المشي بوضعية بس لازم تكون مستقيمة، هي أفضل حركات وتمارين وتليين للعمود الفقري. إذا مشيت دقيقة أو دقيقتين وصار عندي آلام مش مشكلة، بقعد برتاح، باخد شهيق زفير، برد بكمل. اليوم الثاني بتصير 3 دقائق، اليوم الأسبوع الثاني بتصير 10 دقائق بدون ما أحس إنه الأعراض هذه قاعدة بتيجي عندي، وهذا هو العلاج وتقوية العصب وتقوية العضلات. الشغلات الثانية، كمادات المياه الساخنة لازم تستخدموها دائما على شكل الكربي. الكربي اللي هي المياه الساخنة موجودة في وعاء وبتعطي حرارة للجسم، لمنطقة الظهر أو لمنطقة الرقبة أو لمنطقة الأكتاف. هذا العنصر الحراري حيخفف كتير من الآلام. ثالث شيء، واحد عنده التليفات والخشونة بعد العمليات، إذا لازم كل يوم في الفترة المسائية يعمل المساج على منطقة الرقبة، منطقة الأكتاف، منطقة أسفل الظهر، المناطق الخشنة هذه واللي فيها التليفات. وصفات الزيوت كتير موجودة على صفحتنا، ممكن ترجعوها كيف تعملوا المساج، أو واحد يعملكم المساج، ساعدوا بعض وسووها، هذا يعمل على استرخاء. الشغلات الثالثة، تمارين الاستطالة للعصب الوركي وتنشيط العمود الفقري وتحريكه وإلجاع ليونته لازم تسووها دائما بشكل 1 أو 2 أو 3 في اليوم، لأنه هذه هي الوسيلة الوحيدة، التمارين والحركات اللي ترجع الليونة وتخفف الأعراض وتقوي العصب. غير هيك يا دكتور، غير هيك بدنا نحافظ على قامتنا صح، ومشاكل القامة هذه بدنا ننهيها. يعني بدكم تديروا بالكم قاعدتكم بدها تكون مسنودة، بدنا نكون حاطين اللفاف الطبي هذا أو الرول تحت منطقة الرقبة الأسفل الظهر. لما بدنا ننام بدنا ننام على الرول والمخدة الطبية هذه وبوضعية كويسة. بدنا نحمل أو نشتغل أي شغل بدني ما لا مانع، بس بدكم تحطوا مشدات وديروا بالكم على عملية الحمل والرفع وهذه الأمور.
بس لازم نعمل الإجراءات هذه يوميا، والتحسن إن شاء الله حيكون شوي شوي، حتشعروا بتحسن. طيب هلا عندي مشكلة أعصاب وعندي مشكلة ضعف في العصب، إذا لازم أخذ مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع وجبة أسماك كويسة، لازم أركز على شربات عظام البقر مرة مرتين ثلاثة في اليوم، بدي كولاجين، بدي فيتامين بي كومبلكس، لازم أخذ الخضروات كل أنواعها وأشكالها، منها الشمندر والبنجر والبقدونس والسبانخ، هاي الحديد وهاي اللي بده يعمل كولاجين، الحمضيات، فيتامين سي ضروري إنه يقوي العصب كمان مرة، حبوب القرع والقرع نفسه خذوه بعين الاعتبار في الوجبات الغذائية، هذا هو الزنك وهذا المغنيسيوم وهذا فيتامين سي. الحمضيات طبعا هاي زيدوها، هذا عملية استرخاء، لبان الذكر والعسل والمقومات الطبيعية الثانية هذه خذوها بعين الاعتبار كمكملات غذائية، السمسم، الحب السوداء، حبة البركة تاخذوها هذه كمان في نظامكم الغذائي، وما تزيدوا كمان الضغط في الكولون ومشاكل الكولون، فاستخدموا هاي الأمور، استخدموا لبان الذكر، استخدموا الصمغ العربي مرة مرتين في اليوم نص ملعقة، هذا حيعطيكم راحة كمان وتنشيط لعمل الأعصاب وحيخفف الآلام. إذا الآلام شديدة أنا عندي في جري، أنا بعمل مساج كمان على الرجلين على الجهة الخلفية اللي جهة العصب الوركي اللي أنشط، إذا في إيدي النمنمة والخضران أنا كمان بعمل لإيدي مرة في اليوم قبل ما أروح أنام وبدفي حالي، دايما دفوا حالكم أثناء بعد المساج وبعد الزيوت، يعني دفوا حالكم، حطوا أفضل شيء المشدات الكويسة أو الصوف الطبيعي اللي موجود عندكم، لفوا إجريكم، لفوا ظهركم، لفوا رقبتكم وناموا بوضعية مريحة، هاي هي الأسس العلاجية بعد العملية، هاي كل شيء موجود عندكم على الصفحة، بس ما عليكم إلا تتبعوا وانسوا لي موضوع إنه العملية ما نفعت، إحنا مش نافعين، وهو المشكلة مش مشكلتنا، يعني المشكلة ما حدا وجهنا صح، بس في كل المستشفيات المحترمة بعد أي نوع من العمليات أي نوع من العمليات لازم المريض قبل ما يروح على الدار يأخذ مرحلة تأهيل طبي شامل، هذا هو اللي بنعطيكم إياه على أعلى المستويات إنكم تعملوه بشكل بيتي إنكم تخففوا من الأعراض هذه. وكمان إذا ما عملتوا هاي الأمور بعد العمليات هذا بيزيد إمكانية حصول الجلطات سواء في الرجلين أو الجلطات القلبية أو السكتات الدماغية أو بشكل كبير، عشان هيك لازم نقوم المريض ثاني يوم بعد ساعة من العملية، لازم كله قوم وقف مشي نسنده نحركه، لازم يوقف على جريه، بدون ما يوقف على جريه ما في خروج من المستشفى. شكرا لكم، تحياتي.